باقية وتتمدد. هل سبب التدمير سوريا الأطراف السياسية وأطراف التطرف والأطراف المتنازعة أم كانت هي روسيا؟ السلام عليكم ورحمة الله، أنس قنب من فلسطين، جئنا هنا لنعارض أن روسيا دمرت سوريا، ومن هنا نتكلم في عدة محاور. محورها الأول هي هل كانت روسيا هي السبب الرئيسي في تدمير سوريا؟ عندما نتكلم أن روسيا تدخلت في سوريا بعد 5 سنوات من الأزمة السورية في عام 2015، وكانت الأزمة السورية قد بدأت في عام 2010، ومن هنا هل كان سبب التدمير في هذه الفترة؟ وفي المحور الآخر نتكلم عن التكتيم الإعلامي الذي حدث لدينا، وهل التسليط على حادثة واحدة وهي حادثة حلب كان سبب رئيسي؟ لأننا نتكلم أن روسيا هي دمرت سوريا، وكانت المدمر الرئيسي لها من أطراف الصراع الأخرى لدينا. وفي المحور الثالث نتكلم هل كانت روسيا تدمر سوريا أم كانت تتكلم عن مصالح سياسية ومصالح حدود ومصالح دول كبرى نتكلم عنها هنا. ومن هنا رفعت الأقلام وجفت الصحف وتبين لدينا أن روسيا كانت مساعدا أو عنصرا غير فعال في تدمير سوريا. شكراً.